بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات كلية التجارة الفرقة الأولى، أهلا وسهلا بكم في رحاب جامعة القاهرة. النهاردة بنتكلم على مجموعة من التطبيقات المختلفة لمادة الموارد الاقتصادية لطلبة الفرقة الأولى انتساب، بمعنى يا ترى من خلال الفصول الخامس والسادس والثامن يا ترى ممكن ما هي الأسئلة المتوقعة حول تلك الفصول. ممكن أن يأتي الامتحان بنظام بابل شيت، بمعنى كل العبارات عبارة عن أخطر من متعدد، أو ممكن أن يكون الامتحان مقالي، بمعنى أن يكون هناك كراسة إجابة وورقة أسئلة، أو إما أن يكون مزيج ما بين البابل شيت ونظام المقالي. النهاردة بنراجع مجموعة من التطبيقات المختلفة لخلال الفصل الخامس والسادس والثامن. أول نمط من أنماط الأسئلة اللي ممكن على تلك الفصول هو اختر الإجابة الصحيحة مما يلي، واللي ممكن تكون بنظام البابل شيت. أول سؤال بالنسبة لنا المعادن، وهي قابلة للطرق والسحب وجيدة التوصيل للحرارة والكهرباء، يا ترى هي الطاقة ولا الفلزية ولا لا فلزية ولا لا شيء مما سبق. طبعا احنا لو جاء هذا النمط من انماط الاسئله هيكون معانا ورقه فيها الاجابات اللي هي اما اي بي سي دي اور اي، وطبعا لو انا اخترت الف بظلل على اي او بي او سي او دي حسب ما الاختيارات بتاعتي. طبعا احنا كلنا عارفين ان المعادن الفلزيه هي القابله للطرق والسحب وجيده التوصيل للحراره والكهرباء، بمعنى يبقى الاختيار هو الاجابه او بي بالنسبه لي. النمط الثاني او السؤال الثاني، تتميز المعادن عن غيرها من الموارد بامكان استخدامها مره اخرى وهي على شكل استهلاك ام سلعه ام خرده لا شيء مما سبق. طبعا كلنا عارفين ان الاجابه هي خرده، بمعنى ان احنا عندنا حاجه زي الحديد او غيره او او الالومنيوم او النحاس او غيره، ان احنا ممكن من خصائص الموارد المعدنيه ان هي يعاد استخدامها مره اخرى على شكل خرده. ثلاثة، من طرق التعدين ويتميز بقلة الحاجة نسبيا لرأس المال وإن كان أكثر تأثرا بالظروف الجوية. طبعا احنا خدنا أكثر من طريقة لطرق التعدين، اللي ممكن يا ترى ممكن تكون تعدين مكشوف أو تعدين باطني أو تعدين من خلال أنفاق ولا لا شيء مما سبق. طبعا الإجابة هتكون هي ألف التعدين المكشوف أو التعدين السطحي، اللي احنا طبعا عرفنا ان في تعدين سطحي وتعدين تحت السطحي أو باطني، وطبعا التعدين المكشوف ده أو السطحي ومن أكثر أنواع التعدين اللي بيكون تأثرا بالظروف الجوية، سواء كانت ارتفاع درجة حرارة عالية جدا أو حتى انخفاض درجة حرارة جدا أو عواصف أو رياح أو غيرها من الظروف الجوية اللي تؤثر على إجراء عملية التعدين. أربعة، تبلغ نسبته في صخور قشرة الأرض 5%. ورابع العناصر انتشار، يا ترى البوكسايت ولا الألومنيوم ولا الحديد ولا المغنيوس. طبعا الإجابة هتكون جيم والحديد ورابع العناصر انتشارا في المكونات المختلفة لقشرة الأرض. يعني طبعا لما بدأنا في الفصل الخامس عن الموارد المعدنية عرفنا أن كوكب الأرض أو قشرة الأرض تكون مجموعة كبيرة جدا من المعادن الكثيرة، وطبعا ولكن أهمها ما يقرب من حوالي 79 عنصر من العناصر بيكون أكثر من 79 أو 99% من العناصر المختلفة لقشرة الأرض. خمسة، تعد منطقة من أقدم المناطق التي تم اكتشاف الحديد بها في مصر، حيث اكتشفت تكوينات الحديد عام 1917. يعني ما هي أقدم المناطق اللي فيها حديد أو تم فيها اكتشاف فيها حديد في مصر يا ترى؟ هل هي أسوان أم السويس أم القصير أم رأس علم؟ طبعا كلنا عارفين إن الإجابة هي ألف أسوان، لأن أسوان هي أقدم منطقة اللي تم اكتشاف فيها حديد، بالإضافة إلى منطقة ساحل البحر الأحمر عند القصير ما بين القصير ورأس علم، وبالاضافه الى منطقه الواحات البحريه اللي هي المنطقه الوحيده دلوقتي اللي بيتم فيها استخراج المعادن. ستة، تكاد تحتكر انتاج البوكسايت العالمي وذلك بنسبه ما يقرب من او 34.6%. يا ترى هي اندونيسيا
ولا فنزويلا ولا الصين ولا استراليا؟ طبعا كلنا عارفين ان استراليا هي اولى دول العالم انتاجا للبوكسايت، اي نصف القرى الجنوب. 7، يتركز وجود البوكسايت بالاقليم. يا ترى بقى من خلال توزيعنا لاهم الدول او الدول الرئيسيه لانتاج البوكسايت، يا ترى موجوده الثلاث دول دول او اكثر الدول التركز فيها انتاج للبوكسايت، يا ترى موجوده في الاقليم قطبي ولا مداري ما بين مداري الجدي والسرطان، ولا البارد، ولا الف وجيم صحيحان اللي هو القطبي والبارد؟ طبعا لو احنا راجعنا هتلاقي ان استراليا او غيره من الدول الثانيه المسؤوله عن او التركز فيها اكبر نسبه موجوده من البوكسيت، هتلاقي ان تقع في العروض او في الاقليم المداري اللي هو الاجابه باء. 8، يلاحظ تركز انتاج الالومنيوم وصناعته في نصف القرى خاصه بقاره، يا ترى نصف القرى الجنوبي مع قاره استراليا، ولنصف القرى الجنوبي مع قارة أمريكا الجنوبية، ولنصف القرى الشمالي مع آسيا، ولنصف القرى الشمالي مع أوروبا؟ طبعا الإجابة هي نصف القرى الشمالي مع قارة آسيا، لأن تركز الألومنيوم وصناعته في نصف القرى الشمالي خاصة قارة آسيا. 9، تعتمد صناعة الألومنيوم في مصر على ما يستورده من خام الألومنيا من، يا ترى منين؟ حيث يفرغ في ميناء على البحر الأحمر. بمعنى ان يا ترى مصر بتعتمد على مين من خلال استيراد الألومنيا اللي بتستخدم في صناعة الألومنيوم، يعني نقل بحري ثم اللي بيجي على ميناء موجود على البحر الأحمر، يا ترى من آسيا على ميناء القصير، ولا من استراليا على ميناء سفاجة، ولا من اوروبا على ميناء العين السخنة، ولا الف وجيم صحيحان اللي هم آسيا والقصير او اوروبا والعين السخنه الاثنين مع بعض؟ طبعا كلنا عارفين ان مصر بتعتمد على استراليا من خلال النقل البحري وصولا ودخولا البحر الاحمر الى ان ياتي الى ميناء سفاجه، ثم من ميناء سفاجه يروح على مين؟ على نجع حمادي على الوادي والدلتا حيث مصانع الالومنيوم في مصر. 10، تعد من اكبر مراكز الالومنيوم على مستوى العالم، يا ترى ميناس جريس، ولا ساو باولو، ولا ارفيدا، ولا ريو دي جانيرو؟ طبعا احنا لما جينا اتكلمنا على الالومنيوم وبدانا نوزع الالومنيوم ان كندا لها باع كبير جدا في مساله الالومنيوم، الاقي ان ارفيدا هي اكبر او من اكبر مراكز الالومنيوم على مستوى العالم، يبقى الاجابه جيم ارفيدا. 11، من أنواع الوقود التي تستخدم في إنتاج الطاقة، يا ترى الرياح، البترول، المد والجزر، المياه؟ طبعا أنواع الوقود هتبقى طبعا البترول أو مصادر الطاقة اللي خاصة بالبترول والغاز الطبيعي والفحم وغيره. 12، تحدد أنواع الفحم حسب نسبة الكربون التي يحتوي عليها كل من هذه الانواع والتي تبلو اقصاها في الاجنايت، ولا البيتوميني، ولا الانثراسايت، ولا الجرافيت. طبعا اكبر او نسبه الكربون اقصاها في الانثراسايت احد انواع الفحم. 13، تاتي في مقدمه دول العالم من حيث انتاج الفحم، وذلك بنسبه 46.9% من الانتاج العالمي، يا ترى جنوب افريقيا، ولا الصين، الهند، البرازيل؟ طبعا احنا عارفين ان الصين تاتي اولى دول العالم انتاجا للفحم، يعني تقريبا ما يقرب من نصف الانتاج العالمي من الفحم، لدرجه لما قلنا في احدى المحاضرات ان تقريبا ان يقام محطه لتوليد الطاقه الكهربائيه عن طريق الفحم تقريبا كل اسبوع نظرا لغزاره الفحم اللي موجود في الصين. من مناطق الفحم في مصر جبل، يا ترى سانت كاترين، ولا الشايب، ولا العوينات، ولا المغاره؟ طبعا لما جينا اتكلمنا قلنا ان تقريبا الفحم موجود في شبه جزيره سيناء في احد او جبل المغاره احدى المناطق اللي موجوده فيها الفحم. 15، من الوسائل المستخدمه في نقل البترول، يا ترى الناقلات، ام الانابيب، ام السكك الحديديه، ام جميع ما سبق؟ طبعا
لما جينا اتكلمنا عن الوسائل المستخدمة في نقل البترول، اتكلمنا عن ناقلات احد الوسائل بالاضافة الى الانابيب زي خط السوميد مثلا، بالاضافة الى السكك الحديدية، يعني جميع ما سبق، ودي كلها عبارة عن وسائل تستخدم في نقل البترول. تقوم صناعة البترول بشكل عام على تصنيف درجة جودة البترول الخام على أساس ثلاثة عوامل، منها يا ترى نسبة الكربون ولا الرطوبة ولا الموقع الجغرافي ولا لا شيء مما سبق. طبعا احنا جينا اتكلمنا على ان من ضمن العوامل او العوامل اللي بيتم تصنيفها على اساسها البترول هي الموقع الجغرافي، واتكلمنا على خام تكساس وخام بيرنت وخام عمان وغيره من او الثلاث حاجات دول وفقا للعامل الايه الجغرافي. 17، اول حقل بحري للبترول في مصر يا ترى المرجان ولا بلاعين بحري ولا كريم ولا الرزاق؟ طبعا احنا عارفين ان بلاعين بحري ده اول حقل بترول بحري للبترول في ايه في مصر. 18، اكبر الحقول الغاز الطبيعي في العالم تقع في قطر فيما يعرف باسم حقل الجنوب الشرق الشمال الغرب. طبعا من اكبر حقول او اكبر حقل غاز طبيعي موجود في العالم موجود في قطر هو حقل الشمال، حقل الشمال اللي هو الإجابة جيم الشمال. 19، تأتي في مقدمة دول العالم من حيث إنتاج الغاز الطبيعي ولذلك بنسبة 21.4%. يا ترى إيران ولا تشاد ولا قطر ولا الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا احنا عارفين الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في مقدمة دول العالم من حيث إنتاج الغاز الطبيعي بيقرب من خمس الإنتاج على مستوى الإيه العالم. 20، تتركز حقول الغاز الطبيعي في مصر يا ترى فين؟ في شمال مصر أم في جنوب مصر أم في شرق مصر أم في غرب مصر؟ طبعا احنا من خلال خريطة توزيع الغاز الطبيعي أو حقول الغاز الطبيعي الموجودة في مصر كلنا عرفنا إن كل الحقول الطبيعية الموجودة في الغاز الطبيعي تقريبا كلها موجودة فين؟ في شمال مصر، سواء كان حتى من ضمن حقول زي كان أبو قير أو أبو ماضي أو غيره من الحقول الموجودة في البحر المتوسط. 21، ساعد المناخ المعتدل في الأطراف الشمالية لمصر على ظهور نمط من أنماط السياحة اللي هو يا ترى الدينية العلاجية المؤتمرات الترفيهية. طبعا هو نمط السياحة الترفيهية في الأطراف الشمال سواء كانت اسكندرية أو مرسى أو مرسى مطروح. يعد الطريق البحري إلى شبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا يا ترى البحر المتوسط ولا سيناء ولا السلوم ولا البحر الأحمر؟ طبعا شبه الجزيرة العربية هو البحر الأحمر، وده الطريق البحري اللي بيوصلنا من مصر وشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا. 23، من المدن السياحية التي تنتشر على خليج العقبة بسيناء يا ترى على خليج العقبة طور، سيناء، نويبع، دهب، باء وجيم صحيحان، يعني نويبع ودهب مع بعض، ودي طبعا باء وجيم صحيحان لان نويبع ودهب احدى المدن السياحية اللي موجودة على ساحل خليج العقبة، اما طور سيناء على ساحل خليج السويس. 24، تعد من الأقاليم المشتتة للسكان يا ترى الغطاءات الثلجية ولا الصحاري ولا الجبال ولا كل ما سبق؟ طبعا كل ما سبق، وطبعا دي إحدى الأسئلة المفترض في الفصل الثاني. 25، تبلغ الطاقة الفندقية بالمراكز السياحية بسيناء نحو 1000 غرفة فندقية، يا ترى 50,000 ولا 60,000 ولا 70,000 ولا 80,000؟ طبعا عرفنا ان هم حوالي 70,000 غرفة فندقية في شبه جزيرة سيناء، القلة منهم موجودة في شمال سيناء، يعني ما يقرب من حوالي 700 غرفة، في حين ما يقرب من 69,300 تقريبا موجودين في جنوب سيناء. يعد اقليم اكثر اقاليم مصر السياحية موسمية يا ترى ساحل البحر الاحمر ولا الساحل الشمالي ولا سيناء ولا الوادي والدلتا؟ طبعا هو الساحل الشمالي لانه موجود في فصل الايه فصل الصيف فقط لا غير، اما بقيه
فصول السنه مفيش ظهور او اعداد قليله جدا من من السياح، او تكاد تختفي في بعض الفصول. 27 من المحميات الطبيعيه الموجوده بسيناء يا ترى؟ الزرانيق، راس محمد، قبه الحسنه، الف وباء صحيحان، اللي هم الزرانيق وراس محمد. طبعا الاجابه هي دال الف وباء صحيحان، لان الزرانيق وراس محمد احدى المحميات الطبيعيه الموجوده في شبه جزيره سيناء. 28 يعد مسجد، اول مسجد انشئ في مصر ورابع مسجد على مستوى العالم، يا ترى مسجد احمد بن طولون ولا الجامع الازهر ولا عمرو ابن العاص ولا السلطان حسن؟ طبعا كلنا عارفين ان الاجابه هي جيم، مسجد عمرو بن العاص، واول مسجد تم انشاؤه في مصر ورابع مسجد على مستوى العالم. 29 ياتي او تاتي في مقدمة دول العالم من حيث عدد السائحين الوافدين إلى مصر عام 2008، لأن طبعا من دراستنا للسياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة من 1988 لعام 2008 اتضح أن دلوقتي تأتي روسيا على قمة دول العالم من حيث عدد السائحين الوافدين إلى مصر، كمان خاصة أنهم بيتركزوا على ساحل البحر الأحمر في الغردقة، يعني فيها ما يقرب من 2 مليون روسي تقريبا بيجوا سنويا لغردقة فقط. لا 30 من الدول التي اختفت تماما من العشر الأوائل المصدرة للسائحين إلى مصر عام 2008 على الرغم من أنها احتلت المركز الثاني عام 1998، يا ترى هي إسرائيل ولا بريطانيا ولا ليبيا ولا السعودية؟ طبعا إسرائيل من الإجابة ألف، لان الدول اختفت تماما عام 2008، ما عادش تيجي تتصدر في العشر الاول الدول المصدره للسياحين. طبعا وده ناتج عن مجموعه من الظروف السياسيه التي اثرت على السياحه، سواء كانت في 96 او غيره، او حتى 2004 او غيره من السنوات اللي اثرت على السياحه الاسرائيليه الى مصر. وطبعا ده نمط من انماط الاسئله. نمط تاني من أنماط الأسئلة هو حدد صحة أو خطأ العبارات الآتية مع التعليل. يا ترى العبارة دي صح أم خطأ وليه؟ سواء كانت صح أو أو خطأ. أولى تلك العبارات: تنقسم المعادن الفلزية إلى معادن الطاقة، خامات مواد البناء، خامات الأسمدة الكيماوية، خامات الحراريات. طبعا كلنا عارفين إن الإجابة خاطئة، لاني تعليل بقى، لان المعادن غير الفلزيه هي اللي بتنقسم الى معادن الطاقه والمواد البناء والاسمده الكيماويه وخامات الحراريات. 2 الموارد المعدنيه لا يمكن تخزينها على نطاق واسع لمده طويله. طبعا كلنا عارفين ان الاجابه خاطئه، لان الموارد المعدنيه يمكن تخزينها على نطاق واسع. وحتى في المحاضرات لو انتوا لسه فاكرين لما قارناها مثلا بالموارد الزراعيه، مش ممكن انا اخزن موارد زراعيه لفتره طويله. المحصول يتم حصاده سواء كان السعر مرتفع او السعر منخفض، لابد من من استهلاكه. وحتى ان كان وسائل الحفظ تقدمي، ولكنها مش موارد معدنيه، لان ممكن عندي منجم حديد ممكن اسيبه، منجم سكري الذهب ممكن نسيبه لعشرين سنة قدام للأجيال القادمة. 3 ارتفع انتاج الحديد على مستوى العالم من 300 مليون طن عام 1870 ميلادية إلى حوالي 3.8 بليون طن أو 3220 مليون طن عام 2014. وطبعا الإجابة خاطئة، لأني تعليل بقى، لان انتاج الحديد ارتفع مش ب 300 مليون بقى، ده 30 مليون طن عام 1870 الى ما يقرب من حوالي 3220 مليون طن عام 2014. 4 مناطق انتاج الالومنيوم هي نفس مناطق انتاج خامات البوكسايت. يعني من خلال يا ترى من خلال توزيعنا لخامات البوكسايت هي نفس مناطق انتاج الالومنيوم، لان طبعا البوكسايت هو الخامه الاولى لانتاج الالومنيوم على مستوى العالم. طبعا الاجابه خاطئه. ليه بقى؟ لان احنا لو بصينا كده عن الدول الرئيسيه المنتجه للبوكسايت زي ما انت شايف على الخريطه كده، هتلاقي مين؟
هتلاقي مين؟ هتلاقي استراليا موجوده في نصف القاره الجنوبي، او يعتبر مدار الجدي، بالاضافه لمين؟ للصين برضو في نصف القاره الشمالي نفس الفكره، البرازيل. ثلاث دول دول المناخ المداري اللي احنا قلنا عليه قبل كده، او الاقليم المداري، دول ثلاث اماكن. طيب يا ترى بقى مين الدول الرئيسيه المنتجه للالومنيوم؟ هتلاقي ان الصين الدوله الوحيده اللي موجوده في الاثنين، لان دي اصبحت اولى او اصبحت من الدول الصناعيه الكبرى على مستوى العالم. معاها مين بقى؟ مع روسيا، مع كندا. وبالتالي ان اختفت استراليا، اختفت البرازيل من ضمن الدول المنتجه للايه؟ للبوكسايت. استراليا بتدي مثلا دوله زي مصر، او تدي مجموعه من الدول الصناعيه الموجوده جنبها زي اليابان او غير الدول الصناعيه، وعامل القرب الجغرافي اثر عليه. كمان ان البرازيل نفس الفكره، ان عامل القرب العامل او الموقع الجغرافي للبرازيل ساعد على كندا او غيره. مع ذلك ان الدول المنتجه للبوكسايت اللي هو الخامه الاولى للالمنيوم هي دول ليست صناعيه في المقام الاول، على حين ان تاتي دول تانية زي روسيا او ايه او كندا. خمسه، ترتفع قيمه الفحم الاقتصاديه كلما انخفضت نسبه الكربون وارتفعت نسبه الرطوبه فيه. يا ترى الفحم قيمته الاقتصاديه لما الكربون تنخفض والرطوبه تعلى؟ طبعا الاجابه خاطئه، لان من المفترض العكس، ان كلما ارتفعت نسبه الكربون وانخفضت نسبة الرطوبة ارتفعت القيمة الاقتصادية لإيه؟ للفحم. ستة، يعد خام تكساس المعيار الذي تنسب إليه الأسعار والخامات في غرب أوروبا وحوض البحر المتوسط. يا ترى الخام ده، احنا طبعا اما قلنا ان معيار العامل الجغرافي او الموقع الجغرافي او العامل الجغرافي خام تكساس، خام بيرنت، خام عمان. يا ترى في غرب اوروبا وحوض البحر المتوسط خام تكساس؟ طبعا الاجابه خاطئه، لان خام تكساس ده مين؟ في امريكا الشماليه. اما غرب اوروبا وخام بيرنت هو المعيار اللي بتنسب اليه الاسعار في اوروبا وحوض الابيض الايه او البحر الابيض الايه المتوسط. وده نمط من انماط الاسئله. نمط ثالث من انماط الاسئله ان المتوقعه حوالين هذين او هذه الفصول الخامس والسادس والثامن، الموارد المعدنيه وموارد الطاقه والموارد السياحيه، ان ممكن يجي لك خريطه للعالم مرسومه جاهزه، واجي اقول لك بعد اذنك ارسم لي الخريطه دي تاني في ورقه الاجابه، والمطلوب ان انت توقع لي على ايه بقى؟ حاجات زي ايه؟ تقول لي ما هي الدول الرئيسيه لانتاج الحديد عام 2014، واحنا اتفقنا ان احنا في اي مورد اقتصادي خدناه، سواء كانت ثروه حيوانيه او موارد زراعيه او موارد معدنيه او مصادر طاقه او حتى سياحه، لابد ان انا اعرف اول ثلاث دول بالارقام بتاعتهم. محتاج اعرف الدول الرئيسيه لانتاج الحديد، محتاج توقع لي الدول الرئيسيه في احتياط البوكسايت، محتاج اعرف او تحط لي على الخريطه الدول الرئيسيه في استهلاك الفحم عام 2014، محتاج تحط لي برضو الدول الرئيسيه في صادرات الغاز الطبيعي، محتاج اعرف الدول الرئيسيه المصدره للسائحين الى مصر عام 2008. ده معناه ايه؟ معناه ان انا ممكن عندي اكتر من حاجه لاي مورد لابد ان انا اطبقها على الخريطه اللي عندي. زي ايه؟ الانتاج والاحتياطي والاستهلاك، ثم التجارة الدولية سواء كانت واردات أو صادرات. دول أدي خمس حاجات لأي مورد موجود عندي من الموارد المختلفة، سواء كانت زي ما قلنا زراعية أو معدنية أو طاقة أو حتى سياحة. طيب ما تيجي كده نشوف هنعمل إيه في السؤال ده. طبعا أول حاجة عندي أدي الخريطة اللي أنا مديهالك في ورقة الأسئلة، مجرد إن أنت هتيجي وتشوفها تاني أو ترسمها، تعيد رسمها كده بصورة جميلة كده في ورقة الإجابة، وتاخد وقتك في الموضوع ده وتتدرب بقى في البيت عندك كده، ايه، تجيب خريطة واثنين وثلاثة وتبدأ تشتغل. احنا طبعا اول حاجة بالنسبة لي مسيرة الدول الرئيسية لإنتاج الحديد. انا عارف ان الصين واستراليا والبرازيل دول ثلاث دول في انتاج الحديد على مستوى الايه؟ المستوى العام. طب دي اول حاجة عارفها. طبعا انا لازم يكون عندي خريطة سياسية من على شبكة المعلومات الانترنت مثلا او اطلس جنبي، بحيث ان انا مبدئيا اتعرف على الدولة الصين دي فين في اسيا، واستراليا دي فين، والبرازيل دي فين في امريكا الجنوبية، بحيث ابدا اوقع.
وما اجي اوقع بقى المعادن او ما اي مورد اقتصادي، ابدا بقى ان انا ايه اتخير مجموعه من الرموز لكل معدن من المعادن المختلفه. بمعنى ايه؟ يعني لو جيت للحديد وقلت والله انا هرسمه على الخريطه ديت على شكل مثلا مثلث زي المثلثات اللي نزلت قدامك دي، مثلث هنا ممكن الونه بقى باحمر بازرق باخضر، اسيبه من غير الوان، اعمله بالاسود مثلا. طيب اسيب الخريطه كده، ما انا مش ما لسه حاجات هحط حاجات عليها. اول ما اجي ارسم بقى حاجه زي الحديد كده، لابد ان يكون على الخريطه حاجه اسمها مفتاح الخريطه، زي المفتاح اللي انا عملته كده كده على جنب الخريطه، في ركن من اركان الخريطه، في جنوب شرق الخريطه او جنوب غرب الخريطه، المكان الفاضي اللي انا الاقيه، وابدا اروح جاي وحاطط في المفتاح ده، اروح حاطط المثلث اللي انا عملته بامثله اللي هو بيدل او بيرمز على توزيع الحديد على مستوى العالم، واعمل المثلث واكتب جنبه الايه الحديد. يبقى انا خلاص كده وزعت الحديد فين؟ وزعت الحديد عندي هنا، سواء كانت في استراليا او حتى موجود هنا في الصين او هنا البرازيل في امريكا الجنوبيه. يبقى انا كده ايه خلاص وزعت اول ثلاث او اول ثلاث او اول حاجه بالنسبه لي. طيب يا ترى تاني حاجه كان محتاج احتياط البوكسايت، واحنا عارفين ان اولى الدول العالم من احتياط البوكسايت غينيا او الدول على مستوى العالم، ثم تاتي استراليا والبرازيل برضه نفس الفكره. طيب اجي احطهم على خريطه زي كده، هتلاقي ان عندك ادي استراليا وحاطط فيها علامه مثلا مستطيل ولو انتوا مثلا باللون الاخضر، وغينيا اللي موجوده في غرب افريقيا، اي نعم هي مكانها صغير بس انا عملت ممكن اصغر شويه المربع، بالاضافه الى البرازيل نفس الفكره. يبقى ادي مثلا استراليا فيها حديد وبوكسايت، والبرازيل فيها حديد وايه وبوكسايت، بالاضافه عند غينيا وعند الصين ايه موجوده ايه بالنسبه لي. طيب كان تالت حاجة محتاج أعرفها، طبعا أجي بعد كده في المفتاح وأروح عامل المربع بتاعي واللون بتاعي لو أنا لونته أو حتى سبته مادام هو مربع، ثم أكتب جنبه الإيه؟ البوكسايت. بعد كده أنا عندي محتاج أعرف أولى دول العالم في استهلاك الفحم، يا ترى الصين والولايات المتحدة، طبعا الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند دول أولى دول العالم في إيه؟ في استهلاك الفحم. وأجي طبعا أختار لهم رموز، ولكن أنا عملت برضه نفس الفكرة مثلث بس بلون تاني، ادي الصين وادي الهند وادي الولايات المتحده الايه الامريكيه. طبعا اجي في المفتاح ونفس الفكره، احط برضو ادي المثلث بتاعي باللون بتاعه واكتب جنبه ده الايه ده الفحم، عشان ابدا اللي يجي بعد كده ويشوف الخريطه قدامي يعرف الرموز دي بتاعت ايه. الرموز اللي عملتها المثلث بالاحمر والمثلث بالبنفسجي والمربع بالاخضر وهكذا. بعد كده كنت انا طالب صادرات الغاز الطبيعي، ايه اول او من الدول التي تصدر الغاز الطبيعي مين؟ طبعا عارفين ان في روسيا تصدر وقطر ودولة زي النرويج زي كده، ادي روسيا عندها اهي وادي قطر وادي دولة النرويج، ثلاث دول دول او من الدول التي تصدر الغاز الطبيعي. طبعا رحت واخترت لهم دايرة صغيرة كده بلون ايه بلون الاحمر، واجي على مفتاح الخريطة واحط الايه واحط الرمز، ثم اكتب قصادها ديت او الدول المصدره لغاز الايه الطبيعي. اخر حاجه كنت طلبتها وهي مين اوائل او اول ثلاث دول تصديرا للسائحين الى مصر عام 2008. وطبعا عارفين ان روسيا والمانيا وبريطانيا دول اوائل ثلاث دول بالنسبه لايه اعداد السائحين. روسيا طبعا تاتي في الاول، ثم المانيا، ثم بريطانيا من ناحيه عدد السائحين اللي بيجوا مصر عام 2008. واجي على اجي على المفتاح واحط الرمز واكتب قصاده ديت الدول المصدره للسائحين لمصر او السياحه او حاجه تدل على الحاجه اللي انت بتايه بتمثلها. وطبعا ده بالنسبه لي. يبقى انا عندي دلوقتي ادي خريطه وادي مجموعه من الرموز. تخيل بقى لو انت ما عندكش مفتاح زي ده، واديتك انت الخريطه وقلت لك رحت ارسم لك مربع ولا دايره ولا مستطيل ولا دايره باللون الاخضر ودايره باللون الاحمر ولا دايره مثلا فيها نقطه ولا دايره ما فيهاش حاجه خالص، يبقى لابد من وجود المفتاح عشان يعبر لي ايه الحاجات اللي انت ايه اللي انت بتعملها. وطبعا مش بالضروره ان انا اجي اكتب هنا روسيا او اكتب هنا الصين او اكتب هنا الهند او اكتب هنا قطر، لا ده مش بالضروره، لان خلاص انا عارف انا ما في الامر ان انا ابدا اعيد رسمها تاني، وطبعا يعني الى حد ما حتى الحدود ما بين الدول ابدا احطها وابدا احط الرموز بتاعته واحط الايه مفتاح الخريطه اللي عندي. ديت نموذج من نماذج الخرائط اللي هي موجوده ايه بالنسبه لك. وطبعا كل الموارد المعدنيه اللي انت عندك تحاول ان انت ايه تحطها حاجه زي كده، بالاضافه الى الخرائط المختلفه اللي هي الايه خاصه بمصر. نمط من انماط الاسئله الثانيه اللي هو فيها بتكلم على مثلا اكتب
يلا بقى نشوف خطك الجميل، أو تكلم عن عنصر اتنين تلاتة أربعة وغيره من العناصر المختلفة، يعني حاجة زي كده مثلا. لو جاي سؤال مقالي قول لي مثلا اكتب عن القمح من ناحية ايه بقى، ومن حيث ايه بقى، الأهمية، القمح، شروط الزراعة، إنتاجه العالمي، كل دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجات أنا محتاجها في الايه؟ في السؤال. طب يا ترى أجي أجاوب ازاي على سؤال زي كده؟ طبعا التنظيم عنصر مهم جدا في إجابة الأسئلة المقالية. أول حاجة أكتب عناصر إجابة السؤال بتاعتي، أنا محتاج أتكلم على إيه؟ أول حاجة أهمية القمح لأنك طالبها في السؤال. تاني حاجة شروط زراعة القمح اللي هي شروط طبيعية وشروط أو ظروف بشرية. تالت حاجة محتاج أعرف أو أتكلم عن الإنتاج العالمي للقمح على مستوى العالم. دول تلات حاجات أهم، يبقى كده عناصر الإجابة. بعد كده بقى إيه؟ كتبت العناصر عندي بالقلم الأسود كده، أبدأ إن أنا إيه؟ أجيب كل عنصر وأكتب تحته الإيه؟ الحاجات دي، يعني إيه؟ اجي مثلا في اهميه القمح. طبعا ابدا كلما كانت الاجابه في هيئه عناصر كلما كان ده افضل بالنسبه لنا في التصحيح او غيره. مثلا اجي اكتب في اهميه القمح ان القمح ده مصدر رئيسي لانتاج الخبز طبعا، والغذاء الاول للسكان على مستوى العالم. كمان ده محصول عالمي بمعنى انه تنتشر زراعته في معظم مناطق العالم، ده اهميه. كمان بيتميز باتساع اسواقه على كل العالم، كله عباره عن سوق للقمح لان كله بيعتمد، على عكس مثلا الارز بيتميز بالتراكز في مناطق محدده، يعني مثلا شرق اسيا او جنوب شرق اسيا دول سكان بيعتمدوا في المقام الاول على الارز، على عكس القمح حاجه العالم كله او معظم سكان العالم بيعتمد على الايه؟ على القمح. ودي كانت اول حاجه مثلا من الحاجات المطلوبه للايه؟ للقمح. طيب يا ترى ايه الشروط اللازمه لزراعه القمح؟ ده ادي العنصر الثاني. طبعا عارفين ان في ظروف طبيعيه او شروط طبيعيه ملائمه او مقومات جغرافيه طبيعيه لازمه لزراعه القمح، عشان ما اجيش اقول ان انا هزرع قمح في منطقه ليه القمح موجود في منطقه والقمح مش موجود في منطقه تانية. طيب الشروط الطبيعيه ديت هتلاقي مثلا من ناحيه اول حاجه الحراره، ان القمح بتختلف من ناحيه الاحتياجات الحراريه، يبقى اقول تختلف احتياجات القمح الحراريه. بعض انواع القمح يمكن زراعته في المناطق الواقعه بقرب من خط الاستواء، وبعض الانواع ممكن اوصلها للعروض البارده او القطبيه، ده من ناحيه الايه؟ الحراره. كمان ان نطاق زراعه القمح بيمتد في نصف القرى الشامله الى اقصى او اماكن ابعد من نصف القرى الجنوب، يعني لو بصيت على خريطه العالم هتلاقي ان في نصف القرى الشمالي بيمتد زراعته بيوصل لدايره عرض كام؟ دايره عرض 60 درجه شمالا، على عكس ان نصف الكره الجنوبي يوصل ل 40 درجه جنوبا، ده عباره عن نطاق زراعه الايه؟ القمح. طبعا مش هرسم خريطه زي كده في المستوى العالم، بس انا لو انا حتى رسمت خريطه كده ورسمت بس يا دوب خط او خط الاستواء ده مع وادي مدار السرطان وادي مدار الجدي، ورقمت حتى ارقام كده على اللي هنا مثلا، طبعا احنا عارفين ده 23 ونص وده 23 ونص، ابدا اكتب ده 60 وده 40، خلاص يبقى انا حتى ايه عرفت نطاق زراعه الايه؟ القمح، او ما عملتش مش قضيه. من الحاجات الطبيعيه برضو من مساله الميه، ان القمح بيحتاج ميه او الاحتياجات المثلى، لان مقنن مائي، لان كل محصول له مقنن مائي، محتاج ميه ما يقرب من حوالي كام؟ 32 بوصه او ما يعادل 80 سم من سواء كان امطار او حتى مياه ايه؟ مياه ري. كمان من الظروف الطبيعية إن لو كان في غزارة أمطار أو مثلا في مناطق بتعتمد أو تعتمد فيها زراعة الأمطار أو زراعة القمح على الأمطار، إن وجود الأمطار بمعدلات أكبر من الكمية اللي محتاجها فيه كري أو كمقنن مائي ممكن يضر النبات، خاصة ممكن تعرض بحاجة اسمها صدأ القمح، سواء كان في السنبله ذات نفسها او حتى في الاوراق او حتى في الايه زي ما انت شايف كده في الايه في الصوره الموجوده. كمان من العوامل الطبيعيه انه بيحتاج تربه خصبه ثقيله غنيه زي تربه الوادي والدلتا في مصر، ان التربه دي تدي انتاجيه عاليه جدا. التربه الرمليه هي مش حكايه ما لا تصلح، هي لا تصلح بحالها اللي موجود دلوقتي، يعني ما ينفعش اجي على الصحراء الشرقيه او الصحراء الغربيه مثلا وابدا احط فيها بذور قمح وازرع بدون تعويضها او اضافه مجموعه من المواد المحسنه للتربه، مواد محسنه او مواد تزيد من خصوبه التربه، انتاجها يكون ضعيفه جدا. يبقى لابد ان انا في التربه غير الثقيله او التربه الطينيه او التربه الفيضيه
اللي موجودة على جانبي الوادي الدلتا، لو كانت تربة رملية لابد من إضافة محسنات للتربة عشان تزيد من إيه؟ من إنتاج محصول الإيه؟ العنب. كمان في أنواع من التربة، في نوع من التربة بيسموها التربة السوداء أو تربة تشر النوزو، ودي موجودة في مناطق الحشائش المعتدلة، ودي تعتبر من أفضل أنواع التربة لزراعة القمح، لدرجة إن دولة مثلا زي روسيا فيها أو مثلا في جنوب روسيا أو في آسيا في تربة تشر النوزو بيطلق على التربة تربة القمح المثلى، من أهم أو من أفضل أنواع التربة لزراعة القمح على مستوى الإيه؟ مستوى العالم. من ضمن الحاجات ان القمح من تجود زراعته في المناطق السهليه وفي سهول الانهار الفيضيه. يبقى انا كده ايه كتبت الشروط الطبيعيه في هيئه نقاط، سواء كانت حراره، سواء كانت ميه، سواء كانت تربه، او حتى كمان في المناطق السهليه وغيره من النقاط اللي موجوده في الايه الشروط الطبيعيه. طيب الظروف الطبيعيه البشريه او الشروط البشريه لزراعه القمح ايه بقى؟ هتلاقي حاجه زي الصرف، الصرف الزراعي، ان كلنا مثلا هكتب يحتاج الى مد شبكات صرف زراعي جيد. عشان ايه؟ عشان الميه، الميه دي تبدا ان هي ايه؟ تبدا ان هو ميه الري اللي انا اديتها للمحصول لابد ان هي تتصرف في مصارف عشان ما يحصلش مشكله للايه؟ للمحصول القمح ذات نفسه. استنباط سلالات جديده بهدف زياده انتاجيه فدان القمح، ده برضه شروط من ضمن، لان هناك من الدول ذات الكثافه السكانيه العاليه جدا زي مصر، زي الصين. طبعا كل يوم الرقعة الزراعية تكاد تكون إلى حد ما ثابتة أو زيادة محسوسة، فلابد إن أنا أزود إنتاجية عشان الإنتاج اللي يطلع لي يكفي حاجة الإيه؟ أو يسد حاجة استهلاك السكان، وبالتالي لابد من إن أنا أجيب أصناف جديدة كل يوم، العلم يتطور لي يكون في صنف إن هو يديني بدل ما الفدان يديني طن، لا انا محتاج يجيب لي 2 طن، محتاج يجيب لي 3 طن. كمان من ضمن الشروط الميكنه، سواء كانت في الزراعه او الحصاد، وكل ده وده كل اللي علاقه بيه المحصول في الاخر او الانتاجيه في الاخر، انتاجيه اللي تكون الايه؟ انتاجيه الايه؟ العاليه. كمان السياسه الحكوميه، هل الدوله لها سياسه حكوميه في القمح ولا مالهاش؟ طبعا، لان السياسه الحكوميه دلوقتي عامل مهم جدا في مساله القمح. يا ترى خاصه اذا كانت الدول او الدولة دي بتعتمد اعتماد كلي ورئيسي على او ده المحصول الاستراتيجي اللي بتعتمد عليه سكان الدولة، زي ما مصر ده المحصول الاساسي، احنا كنا عارفين ان في فجوة غذائية لمصر. مصر دلوقتي اذا كانت بتستورد 50% او 60% من احتياجاتها من القمح لابد يكون في سياسة حكومية. يا ترى هل الحكومة لا سياسة مثلا سواء كانت مصر او الصين مثلا محتاجة تعمل عملية اكتفاء ذاتي للقمح مثلا في خلال الفترة القادمة، ولا الدنيا ماشية ازاي بالنسبة لزراعة الايه؟ قمح. مش برضو الاحتياج كمان، ده كمان التوسع في زراعة القمح ممكن ان ما تعرفش، ممكن يبقى في تقلبات عالمية مثلا اسواق القمح بعد كده، وبالتالي لابد من ان الدولة يكون لها سياسة ايه؟ حكومية. دي شروط البشرية لزراعة القمح. تالت حاجة من الحاجات اللي كنت محتاجها في السؤال مسألة الإنتاج العالمي من القمح. لابد إن أنا أقول وأرسم بقى شكل بيان كده زي الشكل اللي أنت شايفه ده، منحنى يبين تطور إنتاج القمح على مستوى العالم، إن هناك تطور وزيادة كبيرة في الإنتاج، حيث ارتفع خلال 50 سنة من 1960 ل 2013 مثلا، إن ارتفع من كام؟ من حوالي 222 مليون طن في عام 1961 وصل ل 700 ما يقرب من 720 مليون طن عام 2013. وطبعا الزياده الكبيره جدا اللي انت شايفها في المنحنى اللي عمال يمشي ده ويزيد ده راجع ليه؟ راجع طبعا في المقام الاول لزياده السكان على المستوى العالي. ولو انت فاكر في الفصل الثاني في الموارد البشريه ان سكان العالم تطوروا من مليار نسمه وصلنا دلوقتي ما يقرب من 8 مليار نسمه على المستوى العالي. كمان ان من ضمن الاسباب ان القمح بيمثل المحصول الغذائي الرئيسي على مستوى دول العالم، وبالتالي لابد في اتجاه في الايه؟ في زراعه الايه؟ في زراعه القمح. طيب ده على مستوى العالم، طب على مستوى بقى الانتاج على مستوى الدول المختلفه، هتلاقي ان الصين والهند اولى دول العالم في الانتاج، الاثنين على بعض كده تتكلم في ثلث انتاج العالم من ناحيه الايه؟ او من ناحيه الايه؟ القمح.
يعني بتتكلم في الصين ثم الهند 30% من انتاج العالم. وطبعا ده في المقام الاول ليه؟ لان الصين اولى دول العالم من ناحيه الايه؟ عدد السكان. وكمان الهند لو اضفنا الهند مع الصين من ناحيه السكان هتلاقيهم 36%، يعني بتتكلم برضه حوالي ثلث السكان العالم، وبالتالي اللي انتاجهم محتاج ان هو يكفي حاجه السكان. الصين كانت من فتره اولى دول العالم استيرادا للقمح، ده دلوقتي اصبح عندها اكتفاء ذاتي من القمح. وطبعا ولكن هي بتيجي اولى دول العالم انتاج للقمح عشان ده ايه؟ عشان حاجه او السكان الموجودين ايه عندهم. ثم تاتي الولايات المتحده الامريكيه، روسيا، فرنسا، كندا، المانيا، باكستان، استراليا، ودي كلها عباره عن دول الى حد ما ما عندهاش كثافه سكانيه. اوكرانيا، تركيا، ايران، كازاخستان، الولايات المتحده، بولندا، مصر تاتي في مرتبه 16 تقريبا بانتاج عام او 9.5 مليون طن عام 2013. ولكن مصر دلوقتي هي اولى دول العالم استيرادا للقمح، لان الكميه ديت التسعه ونص دول انت تستهلك ما يقرب من 20 مليون طن سنوي في مصر، وبالتالي لابد ان انت تستورد ما يقرب من حوالي 11 مليون طن. ان نامل ان الفتره الجايه يبقى في اكتفاء ذاتي لمصر من ناحيه محصول الايه؟ محصول القمح. وطبعا كده يبقى السؤال انتهى، وده مثال من الامثله اللي موجوده بالنسبه للاسئله الايه؟ المقاليه. بذلك ناتي الى ختام التطبيقات الخاصه بالفصول الثلاثه، الخامس والسادس والثامن، الموارد المعدنيه، الموارد الطاقه، الموارد السياحيه بالتطبيق على مصر. وبالتالي ان ممكن دي عباره عن نماذج من اسئله، سواء كانت اختر الاجابه الصحيحه MCQ، ممكن تيجي بنظام البابل شيت، والبابل شيت دلوقتي اختيارات فقط لا غير. ممكن ياتي الامتحان بهيئه ان مقالي بس 100%، ممكن يجي لك مقالي اختر برضه في المقالي خمس ست جمل صح وخطا، اكمل بما تفسر، اكتب خريطه توزع عليها مجموعه من الموارد. ممكن ياتي الامتحان مزيج ما بين الاثنين معظمهم البعض، ما بين بابل شيت ممكن يجي لك 50 60 70 جمله تجاوبهم بنظام البابل شيت في ورقه البابل شيت، وممكن يجي نص الامتحان عباره عن مقالات تبدا بعد ما تخلص البابل شيت تبدا مثلا يبقى فيه خمس ست جمل اكمل او صح وخطا او حتى بما تفسر او اكتب سؤال او خريطه او غيره من الايه؟ غيره من الاسئله اللي احنا ايه قلناها. في النهايه دي عباره عن نماذج من التطبيقات المختلفة. انت عندك مجموعة من التطبيقات الموجودة على السي دي، لابد ان انت برضو تفتحها وتشوفها وتبدأ تحل كل الاسئلة اللي موجودة فيها، وتذاكر كويس جدا 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 من الكتاب اللي موجود معاك. وبالتالي في النهاية لا يسعني الا ان اتمنى من الله عز وجل التوفيق لكم جميعا، وان شاء الله تكون من المواد السهلة أو من المواد اللي أتمنى ليكم فيها التوفيق جميعا. وإلى هنا نأتي إلى ختام تطبيقات الفصل الخامس والسادس والثامن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.